متابعي قناة النهار، أهلا وسهلا بكم. اليوم في صريح جدا راح نشوفوا النساء الجزائريات ولا حضرت حلوة العيد لهذا العام. تابعوا معنا ونشوفوا إيش كانت الإجابات ديالهم. درت الحلوى. درت غريبية الأولى، الغريبية خاطر حنا نحبوا الغريبية ناس بكري. غريبية ودرنا هذيك نتاع ما نعرف تاع كابريس، ودرت كعكات مسكرين، درت علي عرايش، درت كل شوية شوية. شنو هي الحلوى الشهيرة اللي يديروها بزاف الجزائريات في العيد؟ العيد مقروط حنايا، مقروط وتشارك مسكر. هذاك هو اشبح القاعده. حلوه احنا اللي نديروها يعني من العاده تاعنا، المقروط تشارك وحلوه الطابع مع الغريبيه. هذه الحلوه المفضله عندي انايا، ما نحبش نتاع السكريات هذوك قاعدك، نحب مقروط العرايش تشارك العرايش تاع الطابع مع الغريبيه. وجدتي الحلوه ولا مازال؟ راني معاها انا شويه شويه. ان شاء الله نهار الجمعة، نهار الجمعة في الليل نبداوها تنكملوا معها مع العيد. كما اللي قلت لك عليهم الطابع والغريبية ومقروط وتشارك مع العرايش. هذه ما نحبش انا نتاع العسل بزاف، نحب حاجة خفيفة. نخدم المقروط، بقرير، رفيس، هذا اللي عندنا. الحلوى يعني هذاك اللي نتاع يعني ما عندنا، ما نخدموا نقرر رفيس والمقروط، هذا مكان شخشوخة. هذه اللي نخدموها حنا في الاعياد ونخدموها والرفيس. صح. وشنو هي الحلوه اللي كحديريها هذا العام؟ واش راح ندير انا؟ الحلوه نتاع قريبيه، نتاع قلب اللوز، نتاع نتاع هذاك بقلاوه، نتاع كلش. واش وجدتي يعني وجدتيها ولا مازال؟ ياه مازالت، مازالت راهم يخدموا فيها. قولي لي وجدتي حلوه تاع العيد؟ ما وجدتش هذه الخطره، ما الف انا وجدت مي هذه الخطره، ما وجدتش هذه الخطره، ما لهيناش. كنا نديرو كنت نكريي في الجمعيه تاعي، كنا درنا مبادره تاع قفه رمضان، مور القفه درنا دوكا الختانه حتى اليوم، وغدوه ان شاء الله ندي ولادنا يتختنوا. ما عنديش الوقت. هذه الخطره حنشري ما نكذبش. حتشري وشكي حابه يعني الحلوه اللي تحبي؟ انا نحب لي غاتو ساك، حنشري لي غاتو ساك. عندي خالتي، عندي خالتي وحده تحب بزاف البقلاوه، قلت لها خالتي نشريوها لك هذه الخطره. مي انا ندير كاطو ساك، نحب لي كاطو ساك. هذا ما كان ماما قالت لك انا ندير المقروط، نروح نسرق لها شويه. وخالتي اللي يجي طبسي معاه وانا فريده. انا نهار العيد ونهار قدوه كي نجيبوا دراري. العيد انا نوجدوا بالعقل بالعقل، درنا حاجه خفيفه لي صابلي، درنا لي زغصه، درنا حلوه تشارك مسكر، درنا حلوه طابع، حاجه خفيفه. الله غالب راه كلش غالي السنه، ان شاء الله تسقم الجزائر. ان شاء الله انا نسكن في الترك وجيت نجوز هنا رمضان مع لا فامي. بابا راه مرض شويه، حبيت بنت الجزائر وحدها. هذه هي. واش تحبي انت اكزاكت في الحلوه تاع العيد؟ الحلوه تاع العيد نكذب عليك، ما نحبش الحاجه اللي مغمومه ومسكره ومعسله. لي صابلي نيميرو واحد عندي، لي صابلي نموت عليهم، ناكلهم صباح وعشيه ما نشبعهمش. وعندي البقلاوه. مع التحضيرات وحده وحده، هذو بدينا بسم الله السمانه الاخره تاع رمضان ان شاء الله نبداو الحلوه. درنا لي صابلي، درنا مشوك، درنا حلوه الطابع. لازم كل عيد تكون في الطاوله في اليوم العيد ان شاء الله. ورانا وحده وحده، هذه هي. وشنو هي الحلوه اللي تحبيها؟ انا نموت على لي صابلي، ما نكذبش عليك، لي صابلي لازم كل عيد نديرها، هذه هي. ما نحبوش حاجه اللي معسله بزاف، كيما المكسرات فيها بزاف العسل هذا عفايس. من تحيا كاطو ساك شويه شويه. مقروط تشارك تاع بليديين، هذا ما كان. هي الحلوه اللي تحبيها بزاف؟ تشارك. هو شبح القاعده تاع بليديين، اللي ما ديرش مقروط وتشارك تعرفيها بلي ماشي بليديه. مازال بصح شويه شويه. بقلاوه بريستيج الله الله، ولي صابلي والمقروط وتشارك. الحلوه اللي تحبيها بزاف؟ باينه لي صابلي.